بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة شعراوي الشعراني أجمعين. طلبتم مني في أكثر من فيديو أن أصمم لكم شرح عن طريق زيادة متابعين الفيسبوك. طبعا أنتم انتظرتم، لذلك سوف نليكم الأشياء الفعالة. صممت لكم اليوم شرح نموذجي عن طريق زيادة متابعين الفيسبوك بدون تدخل حسابك في الموضوع أساسا، يعني حسابك ملوش علاقة وحيزيد متابعينه، لأن كده عشان كده هنعمل إيميل فيسبوك بجيميل أو هوت ميل أو ياهو. أهم حاجة ناخد رمز التأكيد اللي بيبعته الفيسبوك على البريد. أهم حاجة لما تدخل بريد الفيسبوك ما تكونش محتاج الفيسبوك، لأنه وارد إنه يتقفل على طول، يعني حسابك ممكن انت تزود لاي صديق عندك. اول حاجة هنعملها هنروح للموقع اللي هسيب لك رابطه اسفل الفيديو بدون اعلانات، عشان بعض الناس ما بتعرفش تتخطى الاعلانات. اول ما هتدوس عليه على طول هيظهر لك الموقع، او ننزل تحت نضغط على كلمة الكلمة ديت. بعدين هتيجي هنا في الايميل، هتحط هنا ايميل وهنا الباسورد بتاع الايميل اللي انت صممته. عملت ايميل جيميل وربطته بالفيسبوك وخدت رمز التأكيد، تقوم جايبه ومصممه. هناخد دلوقتي الايميل هوت ميل، انا عامل هوت ميل، لحظات معايا، ادي انا عملته هنا، صممته هوت ميل. فينو مهمل، عملته انا مهمل فعلا. ادي هنا جالي اول ما انا عملت الايميل، وقال لي هنا ان تأكد حسابك الفيسبوك، وبعتنا لك الرمز، دوست عليها وقبل الرمز وأكدنا الحساب بالرمز. تمام، هاخد دوت كوبي. أهم حاجة زي ما نوهت في الشرح، الحساب اللي انت هتدخله هنا ما تكونش عايزه، هتزود لحسابك الشخصي عادي، ما فيش أي ضرر عليه. هتخش على الموقع، آسف لو الشرح هيكون طويل شوية بس انتم اللي طلبتم. هندخل هنا الإيميل اللي انت عملته، وهنا الباسورد 1 2 8 9 3 4، ونضغط على جيت. بعد ما ضغطنا على جيت هيظهر لنا ال البتاع دوت، الكود دوت. نيجي ندور على كلمة كين، وهنا الكلمة اسمها ايه؟ اي اللي فيها اي و اي. اول ما هتدوس عليها كده باستمرار هتعلم الكود لوحدها، تدوس على نسخ. بعد ذلك اعزائي مشاهدي قناة شعراوي الشعراني، تقوموا بالرجوع والضغط على الرجوع الحتة اللي احنا كنا فيها يعني. بعدين تقوم ناسخ لاصق الكود هنا. بس الشرح سهل جدا جدا، هتزود يعني متابعينك حقيقيين، متابعين حقيقيين. هنا لو انت عايز لايكات تديها لصديقك، هنا عايز تديله مش عارف اي حاجة، هنا ما احنا هناخد متابعين. شرح هنا المتابعين، الايميل ده لسه طبعا انا عامله. ازاي بقى نزود لصفحتنا؟ ادي صفحة مثلا، انا طبعا مش بزود لصفحتي الشخصية، صفحتي سايبها لجمهوري، سايبها لجمهوري. هنخش على اخرتها موتها مثلا الايميل دوت، نقوم بنسخ الرابط هكذا اعزائي، ونقوم بايه عاملين ايه تاني، نقوم ناخد دوت، ناخد الاي دي. مفيش اي دي بيكون فيه اسم اللي هو دوت، ماشي، نقوم بنسخه ونشوف طب الحساب فيه كام متابع عشان نزود له متابعين. ادي الحساب 84 متابع، ماشي. بص بقى، هنجي هنا حذفين الاي دي دوت، ونحط الاي دي بتاعنا او الاسم. لحظات اهو، وضعنا الاسم، وندوس انا لاست ريبورت، بس نضغط على جيت. كده اعزائي مشاهدي قناة شعراوي الشعراني بيبدأ في عملية تزويد المتابعين. ننتظر، نيجي طب نشوف الحساب بيزيد متابعين فعلا ولا شعراوي الشعراني بينزل كلام يضلل بيه الجمهور. نعمل تحديث 107، ولسه هيزيد بقى لحد ما يجيب الضعف. تمام، شرحنا صادق. اذا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك عشان نستمر، ولسه كل شغال، هو احنا ملناش دعوة بيه، اهو شغال يعني، هزود لك كتير اهو. كان 84، اضرب بقى 4، حط 8 وحط مش عارف ايه،
المهم هيبدأ يزود، ادي كان 130 ادي 136 وشغال عشان وقت الفيديو. طبعا الطريقة دي هتزود لك كتير جدا، ممكن انت في نص ساعة تعمل اكتر من 10 حسابات مش عايزهم، زي ما نوهنا عشان ما فيش حد يجي يقول حساب اتقفل، ما تدخلش حسابك هنا الاصلي، هتحط الاي دي بس وما فيش اي ضرر على حسابك. تمام، انا حسابي الشخصي ما بزودلوش اي متابعين، انا حابب يعني يكون من الجمهور. ادي هنا شعراوي الشعراني، ده حسابي الشخصي هتلاقي فيه 2800، انا مش مزودله طبعا. لو حد يعني حابب يتابع عادي هجيب له، سيب لك رابط حسابي اسفل الفيديو، هسيب لك رابط الجروب بتاعنا ايضا اسفل الفيديو، لا تنسى الانضمام في الجروب. اخي العزيز ايضا كما فدتك لا تنسى ان تفيدني بعمل اشتراك، اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. انتظرونا في الشرح الجاي، شرح مهم جدا هيفيدكم كلكم. شكرا على متابعتنا.